ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون حاجه بتخص للمبتدئين، لو حابين تعملوا قناه على اليوتيوب. والحاجه ديت هتكون مهمه قوي بالنسبه لكم. هيكون الرينج لايت والستاند بتاعه. كنت محتاجه حاجه تكون سعرها كويس، ما يكونش غالي، وفي نفس الوقت تقضي الغرض. جبت الرينج لايت والستاند دوت من موقع جوميا من حوالي اسبوع كده، كان سعرهم 106، كان عليه عرض وقتها. بحط لكم لينك البائع في الديسكريبشن بوكس، بس مش عارفه العرض دوت هيكون موجود وقت ما هتطلبوه ولا لا. هقول لكم ايه المكونات اللي جاتلي وجالي خلال قد ايه. يعني انا طلبته من حوالي اسبوع، جالي في خلال حوالي 4 ايام. المندوب بيتصل بيكم او لما بيجي. انا كنت حابه افتحه معاكم اول لما جه، بس الصراحه انا فتحته على طول علشان اشوف لو في حاجه ناقصه، عشان لو في حاجه ناقصه كنت هسترجعها وكده، بس لقيت كل حاجه جت تمام. بس هقول لكم هو جه ازاي بالظبط وكان متغلف ازاي. اول حاجه هو بيجي لكم الرينج لايت والستاند في شنطه زي دي كده. هو مش بيجي في بوكس، هو جالي في شنطة بالشكل دوت، تمام؟ زي ما انتوا شايفين الشنطة دي كان موجود فيها الرينج لايت، وكان موجود فيها الستاند دوت، والستاند ده كان متغلف في الشنطة دي برضو، كان موجود في الشنطة دي. وبيجي معاها القطع بتاعت الستاند والرينج لايت. ادي القطعة اللي بتحط فيها الموبايل، ماشي، ودي برضو، ودي، ودي، ماشي. يعني هو بيجي معاها 4 قطع غيار، يعني احتاجوا من الستاند والرينج لايت 4 قطع غيار. كان محطوط فيها الرينج لايت. هو العبوة شكلها قديم شوية، بس طبعا زي ما قلت لكم انا فتحته قبل كده، بس لقيت كل حاجة سليمة من جوه. والعلبة جاتلي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، جاتلي بالشكل ده، يعني هي كانت مفتوحة اصلا. انا بقى هوريكم ازاي هنركب الحاجات دي في الستاند والرينج لايت، وتابعوني ويلا بينا. اول حاجة هنبتدي بيها هاخد الرينج لايت، تمام، ماشي. الرينج لايت دوت 10 واط تقريبا، 10 واط، ومقاسه 26 سنتي. ده شكله. اول حاجة هنركب الرينج لايت. معايا قطعة الغيار دي، هنحطها هنا في الرينج لايت الاول. ماشي، انا كده ثبتها. ومعايا دي العصايه اللي هي هتتركب فيها القطعتين الغيار دول. العصايه دي هتتركب هنا، المكان بتاعها هنا، بتلفوها بالمنظر ده. هنركب الاول الدوريه دي، هنحطها هنا العصاية، ماشي. وبعد كده معايا اللي هي اللي بتتركب فيها الموبايل دي، دي بنحطها كده، هي المكان دوت اهو، شايفين، بنحطها هنا بس. وانتوا بتركبوا الحاجات دي بالراحة، وانتوا بتركبوها يعني عشان نقدر نقول ان الحاجات دي على قد سعرها، فنخلي بالنا واحنا بنركبها. وبعد ما ركبت اللي هي القطعة بتاعت الموبايل دي، هبتدي بقى دي القطعة اللي هي دي اللي انا قلت لكم عليها ندخلها الاول، هنلفها كده. عشان نثبت القطعة بتاعت الموبايل، كده ما فاضلش غير الجزء دوت هيتحط في الستاند. هناخد بقى الحاجات دي كده بعيده وهوريكم بقى الستاند. ده شكل الستاند. الستاند ده طوله 2 متر ويمكن كمان اكتر من 2 متر. وده شكل الستاند من بعيد لما طولته. دي بس مرحلتين في التطويل، دي مرحله ودي مرحله. ده لما انا ثبته. تقدروا كمان تطولوه في مرحلة تالتة اللي هي من هنا، اللي هي من دي، الشكل دي تقدروا تطولوه، ده بيبقى اكتر كمان من 2 متر. أو.
بصوا ده اطول طول ليه، طوله واصل تقريبا للستارة، هو فوق للسقف. شايفين شكله عامل ازاي؟ فده للمبتدئين هيكون كويس جدا، سعره مش غالي. هركب لكم برضو الرينج لايت وهوريكم الشكل النهائي. ده الرينج لايت اللي احنا ركبناه هناك، المخرج دوت هيتركب هنا. هلفه هنا ديت، هلفه في المنطقة دي، هلفه وهرجع لكم تاني. ده بعد ما ركبت الرينج لايت في الستاند ماشي. دوت بقى اللي هنحط فيه هنا الموبايل، دي بتتحرك. لو عايزين تحطوا الموبايل بالطول كده، لو عايزين تحطوا الموبايل بالعرض، لو عايزين تحطوا الموبايل بالعرض بكده تمام. ودوت مخرج اليو اس بي اللي انا قلت لكم عليه برضو. المفروض ان انت لو عندك علبة شاحن بتاع التليفون، اكيد كلنا عندنا يعني علبة الشاحن دي، وصلة اليو اس بي ديت هتتحط فيها عادي من هنا كده، يعني هي بتشتغل بعلبة شاحن. في هنا اربع زراير، الزرار الاولاني اللي هو بتاع الاون والاوف، والزرار التاني اللي هو مثلا انا عايزة انقص درجة الحرارة، الزرار التالت اللي هو فيه عندي هنا تلات اضاءات، والزرار الرابع اللي هو لو عايزة ازود الاضاءة. تمام، انا دلوقتي هشغل لكم الرينج لايت. ده كده الرينج لايت اول ما اشتغل، دي كده اضاءة ودي كده اضاءة وكده دي اضاءة، يبقى كده في تلات اضاءات. هرجع للاضاءة الاولانية، انا حاساها ان ديت احسن اضاءة فيهم. انا ممكن كده ازود درجة الحرارة، دي اعلى حاجة تمام، وممكن ان انا انقصها، يعني لو انتم مثلا حابين تنقصوا دي كده درجة الحرارة اللي هي القليلة تمام. دي كده يعني دي درجة الحرارة القليلة ودي كده درجة حرارة عالية، دي كده اكتر درجة فيهم. وده شكل الرينج لايت بعد ما تركب وبعد ما شغلته، شكله بالمنظر ده اهو. زي ما قلت لكم هي دي حاجة كويسة للمبتدئين قنوات اليوتيوب. سعره مش غالي، سعره 106، يعني 106 ديت في طبعا ناس بتبيعه اغلى، يعني انا نزلت عن نفسي، نزلت اماكن كتير سألت عليه لقيت كده اسعار خرافية. في ناس قالوا لي ب175 وفي ناس قالوا لي ب200، فلما لقيته على جوميا ب106 صراحة انا كنت مترددة جدا ان انا اجيبه، كنت خايفة يجيلي مثلا في عيوب او حاجة، بس ما شاء الله جالي ما كانش فيه اي حاجة. بالنسبة للترايبود ده احنا كنا جايبينه قبل ما نبتدي القناة، ابتدينا بيه كنا بنحطه على مكتب او ترابيزة عشان نقدر نصور. بالنسبة لرأيي في الستاند والرينج لايت، انا الستاند عجبني جدا، بس الرينج لايت هو مؤدي للغرض، يعني حاجة مؤقتة لغاية ان شاء الله قدام كده ما نجيب حاجة اكبر. وطبعا لو استفدتم بالفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك للفيديو لو عجبكم، واستنونا في فيديو جديد. انا وآية ومع السلامة.